جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا فتاة ملتزمة ولله الحمد، وأذهب كل يوم للعمل في قرية أخرى، لكن في طريق العودة يؤذن أذان الظهر، ولا نصل إلى قريتنا إلا بعد أن تقام الصلاة ويصلي الناس. وأنا قد تعودت أن أصلي السنن الرواتب والنوافل، وهي 4 ركعات قبل الظهر، وبعده 4، وقبل العصر وركعتين قبل العشاء. والسؤال: كيف أحافظ على سنة الظهر التي تفوتني وأنا تعودت أن أصليها؟ فهل أصليها عندما أصل المنزل حتى لو أقام الناس الصلاة ثم أصلي الظهر؟ أم ماذا أفعل؟ خاصة إنه يحدث كل يوم طوال فترة الدراسة، وأنا أرغب في ثواب هذه النافلة، وهل يجوز أن أقضي أي سنة يفوت وقتها وتقام الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. السائلة امرأة. هكذا. المرأة لا علاقة لها بإقامة الصلاة في حق الرجال، فإذا وصلت إلى المنزل والوقت متسع فإنها تصلي الرواتب التي قبل الظهر، ثم تصلي الظهر، ثم تصلي الراتبة التي بعدها، فالمدار على بقاء الوقت. وأما إقامة الصلاة فهي لا علاقة لها بها، لأن هذا خاص بالرجال الذين تجب عليهم صلاة الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن فلتصلي 4 قبل الظهر، ولتصلي 4 التي بعدها، ولتستمر على النوافل، وما هو توجيهكم عن القضاء شيخ صالح؟ هذه لا يفوت في حقها حتى تحتاج إلى قضاء. الحمد لله. إذا وصلت تصلي الرواتب القبلية، نعم، ثم تصلي الفريضة، ثم تصلي الرواتب البعدية ما دام الوقت باقي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.